يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الاثنين 3 فبراير 2020، و9 من جماد الاخر 1441. النهارده مشاهدينا الفقره الطبيه، وخصصنا فيها ان احنا هنتكلم عن حساسيه الصدر. طبعا مع كتر الامراض بتتشابه الاعراض، في ناس كتيره جدا ما بتاخدش بالها ان دي حساسيه الصدر، وللاسف كمان ان الاولاد او الاطفال الصغيرين بيتعرضوا لحساسيه الصدر. ممكن ام تقول لا ده انا ابني عنده سنه ونص ومعرفش حساسيه الصدر دي جات له من ايه، او ما بيخرجش بره، ما بيختلطش بالناس. لكن للاسف ده مفهوم خاطئ، لان ممكن يكون التلوث من داخل البيت وكمان من الخارج. بس هنتكلم دلوقتي داخل البيت ازاي. يعني ممكن يكون الاب بيشرب سجاير، ممكن تكون الام، الاب يقول لك لا انا بشرب مثلا في البلكونه، بشرب بره مع اصحابي، ما بحاولش ان انا ادخن في البيت. لكن للاسف ممكن يكون التدخين ده ايديك ريحتها سجاير بتحضن ابنك او تبوسه، ممكن الهدوم بتاعتك فيها دخان وفيها ريحه سجاير، فده بينتقل للاطفال على طول، وعشان هم صغيرين يا حبايبي ولسه كمان ما عندهمش مناعه قويه ان هم يقدروا يعالجوا الموضوع. طيب في كمان اسباب كتيره جدا، يعني مثلا الاطفال، في اطفال كتيره بتحب تربي حيوانات اليفه في البيت، يعني قطه كلب، دي مشكله كبيره جدا. تلاقي كمان القطه بتتسحب وتخش عند السرير جنب الطفل وتنام جنبه، وتلاقي في الاخر في زي ما تقول اللي هو الشعر والحاجات اللي بتنزل من القطط او الكلاب في البيت. ده سبب كمان من الاسباب اللي ممكن ابنك او بنتك يجي لها حساسيه الصدر، وانت مش واخده بالك خالص من الموضوع نتيجه الحيوانات الاليفه اللي في البيت. ممكن يكون بسبب كمان الاتربه اللي في البيت، ان الام لازم تنظف كل يوم، تهوي البيت تهويه سليمه لسلامه الاطفال، لان دايما احنا بنخاف على الاطفال علشان خاطر ما لسه مناعتهم ضعيفه. في اسباب كتيره جدا داخل البيت بتؤدي الى حساسيه الصدر، فلازم ناخد بالنا منها كويس، وما نقولش لا ده ابني لسه صغير، ده انا مش عارفه جات له الحساسيه منين. احنا بنعمل اخطاء، الامهات والابهات بيعملوا اخطاء كتيره جدا وهم مش واخدين بالهم. يعني مثلا الاب يجي يحط برفيوم جنب ابنه او بنته، او الام برضو القفله في البيت دي والبرفيوم والحيوانات الاليفه والتهويه لازم تكون في البيت، علشان التراب ده كمان الخفيف قوي ده احنا ما بناخدش بالنا منه خالص، ولا يعني ما بتشوفوش بعينيك خالص، فبتلاقي الطفل دايما عنده حساسيه، مش قادر يتنفس خالص بسبب الحاجات دي كلها اللي في البيت. ده غير بقى كمان التلوث الخارجي، بتقابل كمان بقى بره بعوادم السيارات والتلوث وحاجات كتيرة جدا بتقابلنا في بره في حياتنا. طبعا ودلوقتي الجو برد، فبتلاقي بقى في الأرياف مولعين وعاملين نار كده وحاجات بتدفوا، بس للأسف برضو اللي عندهم حساسية صدر اللي هم كبار في السن بيتأثروا بالدخان ده، وبالدخان اللي بيبقى فظيع ده بيأثر عليهم وعلى الصدر. طيب احنا عايزين نعرف اكتر واكتر عن حساسية الصدر، علاجها ايه، اهم حاجة الوقاية، هل هو مرض مزمن، ممكن نعالجه ازاي، والوقاية منه ازاي لسلامة اولادنا وسلامة البالغين اهم حاجة، وكبار السن كمان، لان كبار السن بيكون مناعتهم برضو مناعتهم ضعيفة زي الاطفال بالظبط. تعالوا مع بعض نعرف النهاردة مع ضيفنا على الهاتف. صباح الخير الأستاذ أحمد عبد المنعم، الدكتور أحمد عبد المنعم السلموني. صباح الخير. أهلا بك وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة وكده.
صباح الخير واهلا بحضرتك يا دكتور. هو موضوع مهم جدا يا دكتور، للاسف كمان تغيرات المناخيه احنا بنلاحظ ان في التغيرات دي، وكمان احنا داخلين ان شاء الله في شهر ابشير، فهنلاقي فيه عواصف واتربه وحاجات كتيره جدا بتاثر على اللي عنده حساسيه الصدر، وناس كتيره جدا بتقول لا ده احنا ما بنتعالجش منه مهما خدنا بخاخات وادويه وحاجات كتيره جدا. بس في الاول نعرف مشاهدينا ايه هي حساسية الصدر؟ بداية حضرتك تدفعت يا دكتورة لأنك أنت قلتي كل أسباب للساده المشاهدين، فما تديناش مجال نقول لك إيه هي حساسية الصدر وإيه أسبابها، لكن إحنا هنتكلم من الناحية الطبية والناحية العملية والعلمية. أولاً والوقاية كمان يا دكتور، ده أهم حاجة، اتفضل. حساسية الصدر معناها التهاب في الشعب الهوائية يؤدي إلى ضيق في حاجة اسمها القلب أو الشعيبات الهوائية مع الحويصلات الهوائية مع طبعاً رئتين. الحاجه الثانيه لو واحد بيكح مثلا لمده فتره كبيره شهر واثنين، ده بيشخص على انه حساسيه صدر. قلت بقى اسبابها الكتيره من اول التدخين، وانا عايز اقول اضيف معلومه ليكي. احنا بننصح الامهات والاباء اللي بيدخنوا في البيوت يا ريت بلاش يدخنوا في البيوت، لان انت تلت السيجاره اللي انت بتدخنها اولادك اللي قاعدين جنبك. السبب الرئيسي للوفاه وحساسيه الصدر وسرطانات الصدر هو التدخين، وباء عالمي. واتفاهم مش عايزين نوصل توصلنا الرساله. 90% من حساسيه الصدر للناس اللي ما عندهمش حساسيه قبل كده سببها هو التدخين. الحاجه الثانيه الغبار والاتربه وبعض السبريت العطور، الحاجات اللي بتضايق الشعب الهوائيه. الحاجه الثالثه عندنا حاجه مهمه برضه الناس بتنساها، بعض الادويه. ما احنا بنخاف من الادويه اللي بتعمل ضيق في الشعب الهوائيه وبتؤدي الى حساسيه الصدر. طب ايه هي يا دكتور الادويه اللي ممكن تعمل حساسيه أي الصدر؟ اي دواء على فكره في بعض الناس مش عايز توصل لها الرساله، كل دواء سم الى ان يثبت العكس، حتى الفيتامينات بنصلح بيها حاجه لكن بنبوظ فيها حاجه ثانيه. هقول لك قصه بسيطه، كان عندي طفل بيجي لي في مستشفى السعودي الالماني الجده، كان الطفل ده عنده حساسيه من الميه، يعني حاجه غريبه هناك يسموا الميه مويه. فاستغربت الموضوع، عملت له فحوصات اكتشفت انه عنده حساسيه من الكلور اللي جوه الميه، فلازم الميه تتغلي علشان خاطر يطرد الكلور منه ويبدا يشرب الميه. حساسيه الصدر دي حساسيه طبعا بتخلي العيان مش قادر ياخد نفسه، مش قادر يبذل اي مجهود، واسف ممكن تقومه من النوم حاسس بخنقه وديها. الوقايه خير من العلاج، انا بقولها دايما. عندنا حاجه اسمها حساسيه موسميه، يعني انت ما ذكرتهاش، اللي هي ايه؟ بتيجي من الصيف للشتاء وتغيير فصل الربيع نتيجه الزهور. زي ما اتكلمت طبعا القطط والكلاب والحيوانات اللي بتتدفى في البيوت بتعمل حساسيه، يعني في حاجات كتيره جدا بتسبب حساسيه الصدر. الاهم عندنا حاجه واحده بس، انه مريض الحساسيه يعرف هو عنده حساسيه من ايه. طيب اعرف ازاي دلوقتي يا دكتور ان ابني عنده حساسيه؟ الاعراض اصل المشاهدين يعملوها في البيوت. لما تروح الدكتور الحساسيه يقول لك خمس حاجات ما تروحيش ناحيتهم، اللبن والسمك والبيض. اول حاجه يقول لك لبن سمك بيض، مش لا انت طبيب نفسك. انا باكل سمك بس ما بيتعبنيش، يبقى انت ما عندكش حساسيه من السمك. انا باكل بيض بس بيتعبني، يبقى انت عندك حساسيه من البيض ما تاكلوش. ده اول حاجه في علاج الحساسيه، الوقايه خير من العلاج. طيب اعرف ابني ازاي يا دكتور ان هو عنده حساسيه؟ يعني مثلا انا ما اعرفش وما عنديش ثقافه قوي ولا وعي ان ابني عنده حساسيه، وعمال اكله بقى وعمال واعرف ازاي؟ بتظهر الاعراض، يعني انت لما تلاقي مثلا نفسك اكلتيه بيض والليل كله شغال كحه كحه، اول مره مش مشكله، لكن مره اتكررت مره واثنين وثلاثه لا يبقى عنده حساسيه. واللي بيكتشف ده مش الام او الاب، ده دي حاجه ملاحظات في الوقايه في الاول، لكن طبعا اللي بيكتشفها لازم يكون طبيب متخصص اخصائي او استشاري امراض صدريه وحساسيه وباطنه، هو اللي ده بيقول لك ان ابنك عنده حساسيه من كذا او ما عندوش حساسيه من كذا. في بعض الناس بتعمل فحوصات معينه، في تحاليل عندنا بنقيس فيها حاجه اسمها الانتيجين والانتيبوديز، وبتتعمل في مراكز الابحاث مثلا او في المعامل، بنشوف فيها حاجه اسمها اي جي ام واي جي جي، اللي هي نسب نوع معين يعرفني ان الانسان ده عنده حساسيه من النوع كذا. وفي عندنا حساسيه للادويه، يعني بنعمل تيست كامل للادويه اللي بياخدها العيان، حساسيه للاطعمه للاكلات، حساسيه للحاجات الموجوده ايه مناعته ناحيه. طيب التشخيص شيء مهم جدا جدا، وبناء على التشخيص احنا بنقدر نحدد الحاله وبنعرف نعالجها مظبوط. التشخيص 100% من علاج المريض تشخيص صح. الحاجه الثانيه احنا عندنا مريض الحساسيه الصدر ده بالذات على فكره، يعني ده ممكن تحصل له حاجه اسمها ستيتس ازماتيكاس او ازمه صدريه، لازم نبقى على درايه ولازم نبقى نعرف علاجه الصح ايه.
بعض الاطفال اللي بيكون عندهم حساسيه لتكتب وراثه اول حياتهم بتتحسن لما بيبدا يكبر والمناعه بتاعته بتقوى، بنقول له الام ما تشتغليش ان شاء الله على سن 5 سنين هتلاقيه بدا يتحسن فمفروض. يعني ممكن حساسيه الصدر تكون وراثيه زي معظم الامراض. 10% من الصدر وراثه. يقول لك ابوك كذا او بيسموها انفيرمنتال، يعني ايه؟ البيئه اللي عايش فيها، واحد قاعد في اماكن فيها دخان وسموك وغبار وتلوث سيارات زي ما ذكرت حضرتك، فده طبعا لازم هتجي له حساسيه باي وسيله من الوسائل، لازم يبعد عن الاماكن اللي فيها ايه؟ اشياء بتسبب له الحساسيه او حاجات بتسبب الحساسيه مسببات. الحاجه الثانيه احنا في معلومه نقولها لبعض المشاهدين. بعض الناس بتخاف من حساسيه، بعض الناس بتخاف من حساسيه الصدر، بتقول ايه؟ بتقول لك اوعى تدي له كورتيزون لحسن الكورتيزون. لا، احنا ده اسمه لايف سيفنج. لو العيان دخل، احنا عايز اقسمه لك 3 مراحل يعني. المرحله الاولى المرحله البسيطه، وده تستدعي بقى طبعا الوقايه خير من العلاج، نبعده عن الحاجات اللي بتهيج له صدره واللي بتجيب له حساسيه. رقم 2، لو هو عنده حساسيه متوسطه ضيق بالشعب الهوائي بتديله موسعات، في حاجات كثيره وادويه كثيره عرفوها كل اساتذه الايه واطباء حساسيه الصدر. الحاجه الثالثه الازمه، لازم ياخد كورتيزون عشان خاطر يتحسن، ولكن بجرعات معينه تحت اشراف طبي. طبعا في عندنا الحديث بقى البخاخات، الناس بتخاف من البخاخه، انا ده اللي عايز اوصله له رساله. بعض الناس بتخاف من البخاخه وبيعتقدوا ان دي نهايه الحياه. زي المريض لما تقول له في السكر خد الانسولين يقول لك دي نهايه الحياه انسولين، بالعكس انت فاهم غلط. احنا عندنا في دول اوروبا لما كنت عايش في جامعه ديكستر في انجلترا، اول علاج لحساسيه الصدر رقم 1 بيدخلوه بيعمل حمام بخار بيفتح الشعب الهوائيه، بس بيدخلوا بعض المواد زي البنتول وحاجات بتوسع الشعب الهوائيه وبتزيل الاحتقان اللي فيه. البخاخات امنه من اول يوم. طيب يا دكتور، وفي ناس مين المرضى اللي ممكن ياخدوا حبوب تابلتس مش بخاخات؟ هم عباره عن حسب ما انا اقول لك، لان حساسيه بسيطه عايز نمنعها ونحافظ عليه ونبعده عن الحاجات المهيجات. حساسيه متوسطه مثلا العيان ده يعني شويه كحه مع شويه ضيق في الشعب الهوائيه قبل ما يبذل اي مجهود بعد ما يبذل اي مجهود، في بخاخات للاطفال، في حبوب بقى من اول حاجه اسمها اليونيفيلين كويبارونتي اس ار 300 بالاسم الحبايه مرتين في اليوم، في عندنا بقى ازمودين وعندنا كتير طبعا، بس على حسب الحاله وعلى حسب العمر. طب دكتور، مين الاكثر عرضه لحساسيه الصدر؟ المدخنين والناس اللي شغاله طبعا في مصانع الاسمده ومصانع طبعا البودره والناس اللي شغاله في احنا المشكلة بحر. هنا في مصر في مصانع كتيرة جدا. منطقة حلوان منطقة حلوان من أكثر المناطق التي يعد بها الصدر من أعلى نسب على مستوى جمهورية مصر العربية، عشان نتيجة عوادم اللي موجودة من والأبخرة اللي موجودة من المصانع بتاعت الأسمنت. صح. يحموا نفسهم ازاي يا دكتور، خصوصا اللي بيشتغلوا في المناطق دي؟ والله أنا بشوف بيديهم كوباية لبن الصبح كبيرة كده، هل ده فعلا وقاية؟ حضرتك وقاية بس بدرجة ايه؟ ضعيفة. وقاية بس بدرجة ضعيفة، ما لم يدرك كله فلا يترك جزء منه، يعني ما تقدرش تعمل له مناعة كاملة، على الأقل خالص تبتدي تحسسيه وتعرفيه بالايه؟ بالمناعة. أولا يلبس ماسك مهم جدا جدا، ياخد كوباية لبن عشان يزوده بالكالسيوم ويزود المناعة عنده عشان ما يحصلش بتاع، يبعد عن أماكن فيها أتربة كبيرة، ونحاول نقول في عندنا حاجة بقى الهيئة الصناعية طبعا والحاجات بتوع البيئة دول ووزارة التخطيط تشوف ايه مصانع بعيدة عن الناس مؤهلة الآهلة أو المليئة بالسكان علشان خاطر برضه يبعدوا عن عدوى الأرض. طيب دكتور، في مرضى كتير بتقول أنا والله الحساسية كل شوية تروح وترجع تروح وترجع، فمش عارفين إن هي من الأمراض المزمنة زي السكر وزي الضغط، وحساسية الصدر كمان من الأمراض المزمنة. دي المشكلة. عشان كده إحنا بنقول لمريض الحساسية اللي بتروح وترجع دي، خلي بالك، خلي معاك بخاخة، رايح تبذل مجهود، معناها إن الأكسجين اللي داخل جوه الرئة بتاعتك أقل من النسبة الإيه اللي هي المعتادة أو الطبيعية لجسمك نتيجة المجهود اللي أنت بذلته، فخلي البخاخة، خد بخيتين. بخاخات كتير على فكره، في حاجه اسمها كلينيل وسيراتايد وحاجه اسمها سيمبيكورت على حسب كل حاله يا دكتور، والدكتور هو اللي يحدد بخاخه كام. ما انا بقول لك اللي بيحدد البخاخه والعلاج لازم الطبيب المختص طبعا، ولازم تحت اشراف طبي، لكن احنا بنقول وقايه للناس كلها. في بعض الناس تجهلها، مثلا انا عايز ابذل مجهود مثلا رايح العب ماتش كوره، رايح اعمل شغل معين، رايح العب تمرين، رايح جيم مثلا والعب في التراك شويه، اخد بخيتين من السيراتايد او البخاخات اللي هي بتوسع الشعب الهوائيه قبل التمرين على طول. طيب دكتور، التغذيه شيء مهم جدا والرياضه شيء مهم جدا لحساسيه الصدر.
ده بالعكس، ده اهم حاجه التغذيه والرياضه، وخاصه ما تعرفيش ان انا بروفيسور علاج السمنه والنحافه في مصر كمان. شرف لينا يا دكتور والله، اهلا بعد. طيب طبعا التغذيه والرياضه شيء مهم جدا لحساسيه الصدر، طيب حضرتك تنصحهم بايه التغذيه المناسبه؟ اول حاجه بالنسبه للتغذيه المناسبه الابتعاد عن الحاجه اللي بتسبب لك حساسيه. انا عندي حساسيه من السمك ما اكلش السمك، عندي حساسيه في البيض ما اكلش البيض، عندي حساسيه للشوكولاته ما اكلش الشوكولاته، عندي حساسيه من الحاجات السبريه مثلا اللي حواليها ابعد عن السبريه وبلاش ارش سبريه عشان الماده الطياره اللي فيه الكحول والكلام ده كله. والله يا دكتور احنا المفروض ننصح الناس كلها انها ما تعملش كل الحاجات دي داخل البيت، يعني لا سجاير ولا بيرفيم ولا 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 يربوا حيوانات اليفه للوقايه، يعني اهم حاجه. استاذتي الغاليه احنا عندنا مصيبه كبيره جدا، الوقايه خير من العلاج، ده رقم واحد. رقم اثنين الباد هابت، احنا 90% من امراضنا ممكن نتجنبها بمجرد ان احنا ناكل صح ونمارس حياتنا في الرياضه. هل تعلمي ان نسبه السمنه على مستوى العالم اكثر نسبه موجوده في دول الخليج وفي مصر؟ ليه؟ انت عارفه ليه؟ اتفضل. ما بيمارسوش رياضه، ما فيش نوع من انواع الرياضه. تركت الرياضه في صبايا، تركت في كهولتي. رقم اثنين ما بناكلش اكل صحي صح واسفاء، زي ما بقول لك 90% من امراضنا نمط غذائي سيء، باد هابت بنسميها، لايف ستايل. عشان كده اول حاجه لايف ستايل للعيال بتاعي، عايز تخف غير اللايف ستايل بتاعك، نام في مكان جيد للتهويه، ابعد عن الحاجات المهيجات لي، كل اكل سليم صحي يديك مناعه زياده، لما تتعرض لاي ميكروب او اي فيروس تلاقي عندك المناعه قويه تمنع عنك المرض. طيب ازاي اقوي المناعه يا دكتور بقى، يعني في الفتره دي خصوصا في الشتاء احنا بنحب ناكل كتير جدا، خاصه الفيروسات اللي شغاله دلوقتي والكورونا والهلع اللي حاصل في الصين وفي العالم كله. رقم واحد، انا ما شفتش اجمل ولا احلى من العلاج في القران، لما ربنا قال لك فيه شفاء للناس على عسل النحل. بنقول للناس يا احبابي كوبايه ميه فيها ربع كوبايه الميه، يعني ثلاث معالق ميه، ونحط عليهم معلقه عسل نحل طبيعي مش مغشوش بجلوكوز، ويا سلام لو نقطتين ثلاثه عصير ليمون حمض سلسليك اسيد وفيتامين سي اهو، وادوبهم واخدهم على الريق كل يوم كاني باخدهم ايه افطاري الدواء بتاعي. وللاطفال اقوى جهاز مناعه، يقوي المناعه فعلا للاطفال. الزنجبيل يا فندم اللي احنا سايبينه ده، زنجبيل ده زنجبيل زنجبيل يتغلي ويتحلى بعسل النحل، النعناع واليانسون، نسيبنا بقى من الكابشتينو والكابتشينو، ونسيبنا بقى من الاكسبريسو، ونسيبنا من لايف ستايل فعلا يا دكتور، ونعلم اولادنا كمان. انا بس بكمل لحضرتك، عندنا بقى كوبايه اللبن الحلوه المدنيه كامله الدسم الطازه الجميله، بلاش الحاجات المغلفه والمعلبه، الزبادي، الزبادي وعليه معلقه عسل نحل، ويا ريت لو نقطتين ثلاثه زيت حبه البركه، ونحطهم على ايه مع الزبادي. العسل الاسود يا دكتور ملوش حظ برضه، ده العسل الاسود حديد. حظ في الانيميا نقص الحديد. ليه حظ في الانيميا نقص الحديد كويس جدا جدا. لكن احنا بنقول العسل الابيض اللي ذكر في كل الايه؟ الاديان. الحاجه الثالثه والاهم اللي دايما بنقول للمريض ما تستناش على نفسك. احنا عندنا حاجه اسمها النس بيديا. العيان لما يحيى خالص خالص لولا ما يروح للدكتور، لا هي بتبقى حاجه بسيطه شويه، روح للدكتور الاول، بلاش نروح نجرب طب العطارين واعشاب النصابين، لا في حاجه في التخصصات، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اروح للدكتور اكشف هو يكتب لي علاج اجيبه من الصيدليه واخده، لكن عندي كحه اروح اجيب من الصيدلي دواء، طب ما يمكن الكحه جافه واداك هو كحه ود كحه رطبه، يبقى انت عملت زي ايه مصيبه كبيره، التهاب فين في الاعصاب بتاعت الرئه، عملت قلبت لنفسك حساسيه من غير اي لازمه، من غير اي لازمه. لا انا دايما بقول يا احبابي النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رائع، تداووا عباد الله، فما جعل الله الداء الا وجعل له الدواء، علمه من علم وجهله من جهل. طبعا دي حاجه جميله جدا يا دكتور، واهم حاجه فعلا الوقايه والتغذيه، ولازم نعلم اولادنا التغذيه السليمه اللي جدودنا علموها لنا وتربينا عليها. طبعا زي ما حضرتك قلت اللايف ستايل كله لازم يتغير، لان احنا بقينا نقلد الغرب بطريقه عشوائيه، لدرجه احنا بقينا نلاقي امراض على طول في كل بيت، تلاقي في حاله مرضيه غريبه مش عارفين نعالجها، طبعا من الاكل اللي بره السريع اللي مش عارفينه جاي منين، او والاكسباير، والكمان المواد الحافظه اللي بتبقى فيه. طيب الرياضه شيء مهم جدا يا دكتور. التسمم الغذائي بقى بالمواد الحافظه دي مصيبه كبيره قوي قوي قوي، يعني ده لها حلقه لوحديها دي بقى.
لكن انا دايما بنصح الناس زي ما انت قلتي كلامك حكم، الوقايه خير من العلاج، الوقايه خير من العلاج. رقم اثنين، رقم اثنين نروح للدكتور لما نكون عيانين، ما نستناش على نفسنا، ونغير طبيعه اكلنا، اكلنا كله معظمه جنك فود وحاجات طبعا لا تسمن ولا تغني من جوع، واشياء طبعا ما بتغذيش الجسم، البيتزا والكنتاكي والمش عارف مع الحاجات التكاوي دي. طبعا احنا ما بنقولش بس ما تخليهاش هي شغلك الشاغل، ما تخليش غذائك اليومي هو ده. لا على فكره انا عندي دايما بقول كلمه حلوه جدا، غذاؤك دواؤك. صح، وده الصح. وحتى تلاحظ في قبائل زمان كانت بتعيش اعمار 100 و200 سنه كمان علشان التغذيه بتاعتهم سليمه والخضار والفاكهه. طب الرياضه شيء مهم جدا يا دكتور، تنصح اللي عندهم حساسيه الصدر ايه الرياضه المناسبه ليهم؟ اتفضلي. اه مع حضرتك. اه حساسيه الصدر يا دكتور، الرياضه شيء مهم جدا، كلمنا على التغذيه وناخد بالنا من التغذيه السليمه عشان نقوي مناعتنا. الرياضه زي ما قلت لحضرتك، ياخد معلقتين عسل نحل، لو هو عنده حساسيه شديده ياخد بخيتين من اي بخيتات اللي هي بتوسع الشعب الهوائيه، ويمارس الرياضه يومين، حتى لو يجري نص ساعه كل يوم. احنا الستات بنقول لهم العبوا ايروبكس في البيت، العبي ايروبكس، نزلي زومبا، اي حاجه من الحاجات تنشط الجسم. الرياضه دي لها كام فايده؟ 20 فايده للرياضه، بدرجه ان صوروا المخ بتاع ناس رياضيين بيلعبوا رياضه وناس قاعدين في السيدنتري لايف ستايل حياتهم كلها ايه اراه كده، زي ان المخ مضيء في المخ اللي هو بيلعب رياضه، اما المخ اللي ما بيلعبش رياضه المخ بتاعه طلع مطفي زي حاجه بين السماء والارض يعني. صح. ده شغال ده مش شغال. اولا لازم تقوي عضله القلب، لازم اجهزه الجسم كلها تشتغل. اصل في ناس يا دكتور تقول لك رياضه يعني لازم انزل الجيم واصرف مصاريف قد كده و... انا قلت لك تعمل زومبا في البيت، تلعب ايروبكس في البيت، ولا تنزل جيم ولا حاجه. المطبخ بدل ما انا قاعده كل شويه وجايبه شغاله، او معاك معالجه نفسي، امسك سجاده وارفضها بنفسي، يا ريت اقعد احرك عضلاتي، العب بعض الالعاب الرياضيه في البيت، ثاني ومد وجري. لو مفيش نجيب مشايه في البيت ونمشي عليها نص ساعه، او نتحرك او نلعب او نطلع السلم وننزله او اي رياضه. طبعا دكتور معلوماتك جميلة وقيمة جدا جدا، وبشكرك على اللقاء الجميل دوت، وفعلا لازم نهتم بصحتنا أكتر وأكتر ونغير اللايف ستايل بتاعنا. بشكر حضرتك جدا، ميرسي. الدكتور أحمد عبد المنعم السلموني بشكره جدا على معلوماته القيمة والجميلة، ويا رب مشاهدينا يكونوا استفدتوا برضو من الكلام الجميل، لأن فعلا لايف ستايل كله لازم يتغير. بقينا بنستسهل، الأولاد بدأوا إن هم يهملوا في صحتهم بطريقة فظيعة، لازم الأم والأب ياخدوا بالهم كويس جدا، لأن دلوقتي الأمراض الله أعلم هتوصل بينا لغاية فين، وكل يوم بنكتشف حاجة، حالة جديدة، وكل يوم بنكتشف مرض جديد، وإحنا مش عارفين العلاج إيه، زي فيروس الكورونا لغاية دلوقتي عمال ينتشر في كل دول العالم، وإحنا مش عارفين هنوصل لإيه. وكمان في فيروس جديد إنفلونزا برضو، تبع الإنفلونزا برضو طالع جديد، فربنا يعني يشفي الجميع، ودايما يحافظ يعني نحافظ على مصر وعلى كل اولادنا، لان هم حياتنا وهم الجيل اللي جاي ومجتمعنا، وكمان علشان نقدر ننتج ونقدر نشتغل ونقدر نكافح في الحياه دي كلها. بشكركم جدا جدا مشاهدينا على حسن المتابعه، وان شاء الله يكون اللقاءات تانيه متجدده معاكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال.